اتفضلي. يا مساء الجمال على كل مشاهدين الصحة وجمال ومشاهدين برنامجنا اليومي شباب شو. النهاردة حلقة استثنائية، ولكن لازم أعرفكم الأول فكرة برنامجنا إيه. إحنا مجموعة من الشباب بنحاول نناقش قضايا الشباب ومواهب، وبنعرض مواهب وأفكار جديدة. هدفنا هو أنتو وهدفنا إسعادكم، ويا رب نقدر نوصل رسالتنا. النهارده انا مش لوحدي، انا شيماء باهي الدين، معايا احمد حافظ. منور يا احمد، اهلا بيك يا شيماء، اهلا بيك. ومعانا ضيفنا اللي منورنا، عازف في الكوالا، استاذ محمد عبد المنصف. اهلا وسهلا منورنا. حافظ، منورك. النهارده حابين نبدا حلقتنا بالسعادة، بما اننا معانا عازف موسيقى والسعاده هي اول باب للموسيقى، فباحثين السعاده بحثوا كتير قوي ازاي ابقى سعيد طول الوقت. انا من وجهه نظري ان احنا ندور على السعاده جوانا مش حوالينا. يعني ناس كتير بتدور اعمل ايه عشان ابقى سعيد، اسافر، اروح، اجي. انا شايفه ان انا لو دورت جوايا على الحاجات اللي بتبسطني وبدات ابص للايجابيات، هنا هتبدا السعاده. رأيك؟ السعادة مش بس إننا نبقى مع الناس اللي بنحبهم وفي وسط أهلنا، السعادة في كل حاجة. يعني إحنا لازم نحب حياتنا ونبقى سعداء ونحاول ننبسط بقدر الإمكان في أي وقت، نعمل أي حاجة حتى لو بسيطة بس عشان خاطر نبقى سعداء. يعني مثلا أقل حاجة وأنا راجع بيتي ممكن أبقى سعيد جدا إن أنا هشوف أهلي، هشوف بنتي، هشوف مراتي. اي حاجه بسيطه جدا ممكن تخلينا سعداء. النهارده معانا استاذ محمد عبد المنصف. شرفت بكم. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا محمد. محمد بيعزف آلة الكولا. الكولا. ممكن تتعرفنا ايه هي الكولا؟ هي الكولا، في كولا وفي ناي، بس الفرق بين الكولا هي يعني فيها كميه حزن وشجن كتير، حتى في شغلي في استديوهات او تسجيلاتي او مع مطربين اللي انا بتعامل معاهم بيبقى ليهم صلوات، ليها صلوات معينه بالعزف، اله حزينه وبرضه فيها الفرايح وكده. طيب انا شايفك معاك كذا حاجه، يعني معايا شنطه كامله. هي مشهوره اكتر حاجه في الصعيد يمكن. ايوه طبعا مشهوره. بس يمكن ما تمش تدريسها، ورغم ذلك هي تعتبر دلوقتي في معظم الالحان هي اساسي في طبعا اكيد طبعا الشرق. اشتركت اكيد في تلحين اغاني كتير او اشتركت بعزفي في كذا موسيقى تصويريه ولو تذكروا يعني، وفي اغاني مع الفنان احمد جمال وايهاب توفيق وكذا حد يعني، وشعبي عباسط وامينه محمد. انا عرفت معلومه ان انت عملت كولا في اغنيه بنت الجيران. ايوه طبعا. فانا حابب اول حاجه قبل ما نعمل اي حاجه نسمعها منك. يعني يا حاضر. اتفضل. والكوالا الكولا الكولا مش حزينه بس، لا احنا اشتركنا في اغاني يمكن ناس شعبيات الحمد لله عليها مهرجانات، واشتركت في حاجات مهرجانات، بس انا ميال للدراما اكتر وال كده يعني، والاغاني الكلاسيك هي اتحطت في مود يعني، هي يعتبر الاله دي شعبيه.
هو لازم الناس هتتلخبط، انا نفسي لما شفتها ايه الفرق بينها وبين الناي؟ هي الكولة عامة الكولة 6 سكوب، الناي بيبقى 7، بيختلف بالصوت. صوت الكولة بيبقى غليظ او صوته مميز عن الناي. الناي بيبقى صوته مثلا مسرسع او صوته رفيع. الكولة اصلا معايا كمية كولات بيبقى حسب الطبقات. يعني في طبقة بيبقى طبقة مثلا دي او رصد او كده، بيبقى الطبقة بتاعتها صوتها غليظ غير العقل الصغيرة. الكولة الصغيرة عامة بيبقى صوتها رفيع، وفي كولة بيبقى صوتها غليظ. يعني ممكن اسمعك ده وده كده، يعني حسب. يعني افهم من كده ان انا كل حاجة معاك، كل كولة من دول ليها صوت بيطلع طبعا اكيد، والصوت بيختلف. الصوت بيختلف. طب انت سمعتنا بالتقريبا اصغر واحدة انا شايفها. ممكن نجرب حاجة تانية وتسمعنا حاجة تانية؟ احنا من نفس الصغيرة ولا الكبيرة؟ لا ناخد حاجة بقى تانية، ناخد الكبيرة مثلا. ماشي. اوكي نسمع مثلا ايه رأيك؟ نسم علينا الهوى. ماشي بالكبير ولا نعزف حسب بعولة؟ ماشي نسم ماشي. علينا الهوى. اوكي قوي. جميل جميل. ايه اكتر الصعوبات بقى اللي قابلتك في حياتك وانت بتتعلم العزف؟ هو في صعوبات كتير قابلتني، كنت نفسي اوصل مثلا ان انا اعزف في استديوهات او مع مطربين معينين، وربنا كرمني ان انا وصلت للنقطه دي. يعني المذاكره والاجتهاد والحمد لله. يعني ما شاء الله واضح قدامنا النتيجه جدا. مذاكره يا محمد، على رغم ان انا معلوماتي والله اعلم يعني، بس انا معلوماتي بتقول ان هي مش حاجه بنعرف ندرسها. هي مالهاش، هي يعتبر غير الناي يعني، مالهاش نوته. بالظبط كده. انا بتكلم الناي مثلا ممكن تكون ليها نوت معين بتمشي عليه. لكن اعتقد دي سماعي. يعني بالزبط. ممكن اسمع اللحن او مثلا عندي تسجيل او عندي اي حاجه بسمع اللحن وبنفذه على نفسي، عشان هي يعتبر آلة شعبيه من ايام بقى محمد طه يعني ممكن نقول موهبه اكتر. طبعا موهبه اكتر. موهبه حسب العازف، حسب العازف. بس اللي يعزف كوله يعني ما يعرفش يعزف ناي، عشان ناي اسهل. اللي يعزف الكولة الناي عنده سهل بالنسبة للناي يعني في العزف. والحمد لله محمد بعد كده وصلت اللي انت تدخل استديوهات تتعامل مع ناس. قولي كده مثلا ايه اكتر حاجة من شغلك بتحبها؟ يعني حاجات كتير والله، انا ليا شغل كتير يعني، في حاجات بحبها. ورينا مثال بقى، اختار انت، احنا اخترنا لك المرة اللي فاتت. يعني في حاجات بعملها في الموسيقى التصويرية، بيبقى عزف ارتجالات. يعني ممكن اعزف اي حاجه ارتجالي حسب مودي وانا قاعد كده. تمام تمام. انت حابب تسمعنا ايه؟ مودك مدي ايه دلوقتي؟ اي حاجه اللي انتوا عاوزينها يعني. هنعرف. يلا بينا. Thank you.
جميل قوي، جميل. محمد دايما بيقولوا الفن ليه طقوسه، انت عندك طقوس معينه بتعملها قبل ما تعزف؟ اه طبعا، بحب مثلا ان انا قبل ما اعزف بحب بقى في هدوء، او مثلا في عزف لما اجي اعزف ما بحبش مثلا يعني بحب الهدوء قبل العزف او بعد كده، يعني بحب اقعد مع نفسي كده. لو باجي اذاكر بخش في اوضتي واقعد مع نفسي كده اقعد اذاكر. العزف هنا محتاج نفس طويل، في تمرينات معينه بتعملها؟ اه طبعا تمرينات نفس. اه تمرين نفس بتعملها مثلا استمرار قبل العزف مباشره؟ اه بس بيبقى خلاص بقى حسب العزف بتاعي خدت على مع الوقت خلاص. مع الوقت الحمد لله يعني. قبل ما نختم فقرتنا النهارده، حابين انت توجه رساله من خلال مسيرتك ودراستك والفتره اللي مريت بيها لحد ما وصلت ان انت يبقى ليك تعزف مع فنانين وتوصل لجزء من طموحك اللي ان شاء الله قريب جدا تحقق طموحك يا رب ان شاء الله. ايه الرساله اللي توصلها لشبابنا اللي بيسمعونا الموهوبين زي حضرتك؟ يعني اهم حاجه اللي هو يعتمد على نفسه، ولو بيعزف اله موسيقيه يعني يحاول اللي هو يتقن فيها اكتر، ومذاكره وان شاء الله خير يعني، ربنا يكرمه في اللي جاي واحسن يعني اي شاب يعني بيعزف الاله. طيب انا ممكن اسمع حاجه منك قبل ما نختم فقرتنا؟ يعني ممكن اسمع مثلا، ايه رايك نسمع المال والبنون مثلا؟ انا حاضر. جميل قوي محمد، يعني انا عايز اقول لك ان انا مثلا الصوت اللي انا سامعه مريحني. انت بتحب امسك لك دي عشان لا 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 انت نقلت لنا مصدر، يعني انت مصدر للسعاده، انت نقلت لنا كميه سعاده فعلا، واكيد ان شاء الله تكون وصلت لمشاهدينا ويكون وصل لهم كميه الطاقه اللي لما سمعنا الموسيقى الهاديه وعزفك اللي ما شاء الله عليه. والله برضو حضرتكم والدتي برضو يعني والدتي ليها الفضل عليا كتير طبعا. طبعا ربنا يعني يا رب يحفظها لك، كلمتين ربنا يحفظها يعني، ربنا يخليها لي كده ويديها الصحه. واكيد هي بتتفرج علينا دلوقتي، يعني هي كانت بتدعمني او مثلا بتقول لي بتحب تسمعني في الكوله. كفايه كفايه دعوتها يعني، كفايه دعوتها هي كمان توصل الدنيا كلها. ربنا طبعا دي المصدر طبعًا الاساسي كلنا، مصدر نجاحنا الاساسي بعد توفيق ربنا دعوات امهاتنا طبعا. ربنا يحفظهم جميعا ويرحم اموات المسلمين جميعا، ومصادر السعاده ما بتخلصش، بس احنا لو ركزنا فيها كويس حوالينا نورتنا. ربنا يخليك بنورك والله، اتشرفت بيك والله جدا. وانتظرونا لسه فقراتنا ما خلصتش، وفي فقرة تانية مختلفة مع أستاذ إسلام بسيوني معانا بعد الفاصل، الديزاينر المشاهير، ديزاينر الجرافيك مشاهير. إن شاء الله تزورونا فاصل صغير ونرجع لكم تاني.